غادرت ألمانيا حاملة اللقب في مناسبتين الدور الأول من منافسات كأس العالم للسيدات الجارية مناصفة بين أستراليا ونيوزيلندا. كانت سيدات ألمانيا مطالبات بالفوز على كرواتيا الجنوبية في المباراة الختامية. يخرب عقلك ده انت مسخرة. ايه ده، هو بقى في كرواتيا الجنوبية وكرواتيا الشمالية والشرقية والغربية ولا ايه؟ ايه يا باشا، انتوا كلمة الصحراء الغربية اللي بتقولوها كل يوم دي تعبتكم في دماغكم وخلتكم تقولوا حاجات ملهاش علاقة بالواقع خالص. يعني كوكب لالا. ايه يا باشا، اولا هما طلعوا انا بستغرب من حاجة يا جماعة، المنتخب المغربي لما بيحقق انجاز في اي بطولة عالمية وبتطلع القنوات بتاعت كوكب لالا تتكلم على الخبر، بتقول اسماء الفرق اللي خرجت، ما بتقولش اسم المنتخب المغربي. يعني انا عمري ما شفت في حياتي تقرير رياضي بيتكلم عن بطولة ما وبيتكلم على الفرق اللي خرجت. يعني مثلا المغرب تأهل يقول لك المانيا خرجت، يا ابني احنا مالنا باللي خرجوا يا ابني، قول اسماء اللي فازوا الاول، انت عايز تجنننا. وفي الاخر قال لك كرواتيا الجنوبيه ولا ايه يا عم الكلام ده؟ ده الموضوع لحس دماغكم خالص. ذكرك كلمه الصحراء الغربيه 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 جابت لكم هس هس، خلتكم بتطلعوا تقولوا بتقسموا البلاد على مزاجكم. ده رقم واحد. رقم اتنين، انه بتسيبوا كل الانجازات اللي بيعملها المنتخب، طالما المنتخب المغربي فاز ما يجيبش سيرته خالص. لو المنتخب المغربي لا قدر الله انهزم يقول لك خروج المنتخب المغربي او هزيمه المنتخب المغربي، زي بالظبط ما المانيا اللي هم بيقولوا عليها انها خرجت. نفس المنتخب ده لما فاز على المنتخب المغربي بتاع البنات يعني 6، قال لك المنتخب المغربي خسر 6. هنا يقولوا اسم المنتخب المغربي عادي جدا ويقولوا بثقه وفرحانين قوي، انما يفوز لا ما نتكلمش عليه، نقول المنتخب الالماني خرج ومنتخب امريكا الشماليه اي حاجه. يعني لنا الله في كوكب لالا. تعالوا بقى نشوف شروط يا جماعه، الموضوع ده مجنني. هما بقالهم فتره اليومين دول يطلع يقولك شروط الجزائر عشان تعود العلاقات، بس احنا مش عايزين نرجع العلاقات يا ابني، ما احنا برضو يعني مش عايزين. يعني حضرتك بتقول لنا ليه الشروط لما انت مش عايز؟ يعني انت فاضي مثلا ما عندكش حاجه تعملها؟ تعالوا نشوف ما هي الشروط اللي لازم تتوفر باش الجزائر تقبل عودة العلاقات. هو الأمر مستحيل يعني من الناحية العملية الأمر مستحيل، لكن ممكن أعتقد أنه ممكن لو أنه أولا الملك شخصيا يعتذر على أحداث 94، هذا رقم واحد. رقم اثنين أيضا الاعتذار على دعم الحركات وبالذات العيايدة اللي كان تحت رعاية الملك الحسن الثاني. ثاني شيء هو إلغاء اتفاقية التطبيع. رب عيال رب عيال. طب يا باشا انت بتقول شروطنا لعودة العلاقات رغم ان هي مش هتحصل، طب بتقولها لنا ليه؟ ما هو ما حدش قالك ان احنا عايزينها تحصل. يعني انت مش عايزها تحصل والله وهي رغبة متبادلة، يعني احنا برضو مش عايزينها. لكن اللي انا بتكلم فيه هنا انه انا بستغرب ان هم يا جماعة بيحطوا شروط عشان عودة العلاقات. انا مش قادر افهم بجد، هو انت يعني البجاحة دي بتجيبها منين؟ يعني بالذات ابو النيف نفانيفو ده وصوفيا بطيخه برضه بتجنني في القصه دي. وبعدين طلباتهم بقى يطلع يقول لك يعملوا كذا ويعملوا كذا والمغرب يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا عشان نرجع العلاقات واحنا اصلا مش عايزين. طب بتقول لنا ليه؟ انا عارفه يا ابني. بجد حاجه غريبه جدا، وكمان الشروط اللي بتتقال مضحكه جدا. يعني اولا ما حدش اتشرط، يعني معلش خليني بس اقول لك حاجه، انه في المقاطعه دي المملكه المغربيه مش خسرانه حاجه خالص. خلينا نتكلم في الواقع، الجزائر هي اللي خسرانه. ولكن لما نتكلم بقى في انه بني ادم بيطلع يملي شروط على المغرب عشان يرجع علاقات هو اللي قاطعها، يعني هو نفسه الجزائر الجزائريين هم اللي قاطعينها، فدي حاجه تجننك، تخليك تستغرب من كوكب لالا ازاي بيفكر. ما مش قادر افهم الحقيقه. وكمان الشروط اللي بيقولها غريبه جدا، يعني اعملوا كل حاجة احنا عايزينها عشان نرجع العلاقات معاكم واصلا مش هنرجعها. حق والله العظيم، بصوا بلف حوالين نفسي من الكلام ده، يعني الكلام ده بيلففني حوالين نفسي فعلا. تعالوا نشوف اغرب حاجة في الدنيا، خريطة افريقيا اتلخبطت. انا صحيت من النوم لقيت خريطة افريقيا كلها دخلت في بعضها. تعالوا نشوف. تونس هي الجزائر، ابتداء الجزائر هي المغرب، ابتداء الجزائر والمغرب هي موريتانيا، امتداد تونس والجزائر ومصر هي ليبيا. استنى بس يا باشا، يعني ازاي ليبيا بقت مصر ومصر بقت ليبيا والمغرب الجزائر وتونس الجزائر؟ في ايه يا باشا؟ يعني انا مش فاهم،
انت انا عارف انت عايز تقول ايه، انت عايز تقول ان كل اللي افريقيا بتاعتكم، انا عارف ما هي دي اخرتها، انما الحقيقه انا متلخبط، يعني انا اتلخبطت لما سمعت قال لك ليبيا مصر ومصر ليبيا والجزائر تونس وتونس الجزائر وكلنا المغرب وانا وانت، ورقصني يا جدع، انا مش فاهم، مش قادر، اللفه غريبه جدا بالنسبه لي، ويعني جمع البلاد في بعضها انا اللي خضيت عندي اتلخبطت، انا صحيت من النوم مش عارف انا فين، ايه اللي جاب القلعه جنب البحر مش عارف، فده بالنسبه لي برضو موضوع غريب جدا انا مش قادر افهمه، والحقيقه انا محتاج انه بعض الناس في المملكه المغربيه، اخواتي المغاربه بقى اللي دارسين جغرافيا، يا ريت يشرحوا لنا القصه دي، لان انا تعبت، دخت، انا دخت الصراحه، انا مصر ليبيا انا مش عارف، انا خايف انزل تحت الاقي طرابلس مش عارف، انا في القاهره عادي، ربنا يسترها علينا ان شاء الله، ولنا الله في كوكب لالا. اخر حاجه بقى هنشوفها ذلك الرايه الجزائريه اليوم في المظاهرات، رفعوها من قبل في بوركينا فاسو، الرايه الجزائريه رفعوها كذلك في مالي، والان ترفع في النيجر، وكذلك راح نقول بلي سوف يتم رفعها لاحقا في السنغال. او غلاسه كده. خلاص يا باشا ماشي، يعني اوكي اوكي خلاص، علم الجزائر مرفوع في كل دول افريقيا خلاص، في مالي وفي اوغندا وفي نيجيريا وفي النيجر وفي كل حته، يعني خلاص اوكي ماشي، هم بيهتفوا باسم الجزائر وبيرفعوا العلم الجزائري في كل هذه البلاد، واحنا كلنا عارفين بالذات بقى البلاد اللي هو قال اسمها دي يعني بيحصل فيها ايه الايام دي، ولكن اوكي ماشي انا همشي معاك للاخر، يلا باذن الله ربنا يوفقك ودول العالم كلها ترفع علمك يا باشا، يعني مش مهم احنا مالناش دعوه بالموضوع ده، بس انا حبيت اوريكم هذه الفكاهه، ولنا الله في كوكب لالا. في نهاية الفيديو بشكركم شكرا جزيلا وتحياتي لكم جميعا، وأنا كان بغيكم بزاف، حفظ الله مصر وحفظ الله المغرب، وكالعادة لنا الله في كوكب لالا، والسلام عليكم.